للجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة في مأزق وكرتنا اليوم في مأزق. ناصر بدو هو أهم حاجة كما قلت أنت يا رفيق أن الكرة اليوم التونسية في مأزق ومأزق حقيقي برشا على خطر اليوم نحكيه على كأس عالم على في ملعب النهار جوان في جوان عنا مباراة مهمة برشا بالنسبة للمنتخب التونسي عنا مرحلة المنتخب التونسي من غير مدرب شنو باش نعملوا فيه عنا برشا ملفات معناتها قاعدة تستنى فينا اليوم شنو باش نعملوا فيه هذا من كل مفروض أنا اليوم وقت اللي نقولوا احنا تيحوا القائمات و9 مارس ما عادش فما انتخابات اليوم 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 مش غدوة اليوم تصير خويا اجتماع طارق باش يحطوا لنا فيه خريطة الطريق باش نفهم روحنا شكون باش يجيب المدرب كيفاش باش نعملوا في المرحلة الجاية كيفاش باش نسيروا الكرة نتاعنا راهو مشاكل يومية يلزمها تتحل هذوما الناس هذوما بعد 9 مارس بعد 16 دالي مارس ما عادش عندهم الشرعية باش يكونوا في المكتب الجامعي لابد اليوم نخرجوا بحاجات يا خويا واضحة اليوم يزينا من اللي صار لنا قبل في تونس في حاجات أخرين ما نحبوش الكرة نتاعنا تدخل في الثنية هذوما توا باش ندخلوا في الغموض نتاعك المجهول ما نعرفوش على روحنا وين ماشيين راهو اليوم أخويا ما الانتخابات طاحت هذوما طاحوا الناس القوائم الكل بالقانون وفما ناس شرعت هذي يا خويا لابد اليوم اليوم مش غدوة لابد اليوم نعملوا خريطة طريق واضحة للناس كلها خاطر راهو يا فريق يا رفيق اللي نأكده لك اليوم الفراغ هذايا باش يخلق لنا مش شكون النجم يجيب مدرب كوف يسوى حتى ياخذ 50 مليون مش 200 مليون و150 مليون 300 هو المكتب الجامعي اللي فات ما نجمش يجيب مدرب 300 مليون وعنده شرعيه باش ينجموا يجيبوه ناس موقتين توا باش ينجموا يحدوا المرحله هذه شكون المدرب ينجم يكون وشكون البروفيل نتاعو وسمعت انا اليوم زاد كيف كيف قالوا الجامعه التونسيه لكره القدم ما تقدرش تدفع اكثر من 200 مليون للمدرب باش يكون في مستوى عالي اما باش تجيب مدرب في مستوى عالي باش ياخذك اقل من 50 الف اورو ولا 60 الف اورو 50 60 الف اورو يجيبوا فيهم جمعيات صار الاجتماع اليوم هما فعليا في مأزق لأنه اليوم حتى كي باش ياخذوا القرارات من يدريك أنه أنا غدوة كي نربح في الجامعة باش تعجبني قرارات أنه حتى الناس البدو مدرب مثلا المأزق موجود سيبو اليوم مع الإسقاط متاع 3 قائمات مهما كان الحل هناك مأزق معناه للناس اللي باش ياخذوا بعض القرارات لأنه فما قرارات باش يكون لها تداعيات مهمة خاصة مش في علاقة بالتسيير اليومي وغيره ذاك نجم نخرج منه بخف الأضرار ولكن في علاقة بالأكابر والمنتخب ولا مدرب وقت اللي احنا عندنا ماتش بتاع كاليفيكاسيون في جوا باش نجيبوا زاد مدرب وقتي قد يكلفنا غالي جدا مشوار الترشح لكاس العالم محمود شو تعطيني دقيقه نرجع لك تاريخيا شو اللي صار من عليسة وكرتاج من 2015 خرجت قرار في ماده التوقيف التنفيذ باسم الشعب التونسي ان الرئيس الاول للمحكمه الاداريه بعد الاطلاع على المطلب المقدم تاريخ 25 فيفري 2015 من الأستاذ الطيب السادق نيابة عن جمعية غرومبيليا الرياضية وبعد اكسترا وسكرة وفما جمعية كرة قدم بالساحل داخل القاعات يظهر جمعية حمام سوسة كرة قدم داخل القاعات شي يقول القرار هذا سي رفيق أسمع مليح لأنه من هنا بدأت المشكلة من هنا بدأت المشكلة وحيث وعلى ضوء المبادئ الواجب احترام مقتضى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وعدم التمييز الظاهر فعليا وقانونيا وعدم الحد من ممارسة حق الانتماء لجمعية فإن شروط الترشح والمشاركة في انتخابات الجامعة الواقع إدخالها على النظام الأساسي الجامعة التونسية لكرة القدم بمناسبة انعقاد الجلستين العامتين 2015 جويلية 2015 ونوفمبر 2015 من شأنها التأثير على مجريات الانتخابات إذ أنه أنها تبدو مشحفة وتعجيزية وإقصائية بالشروط الاكتماعية لا بشكلك اللي القضية وحكمة محكمة إدارية ودولة كاملة ذيها قرار حكمي باسم الشعب صادر باسم الشعب ولم ينفذ هانا توا وين وصلنا رفيق معناتها وقت اللي يقولوا راهو احنا ما كناش نتجناو على وديع الجري كنا راهو اللي عملوا هذا الكل يخلي العباد من المستحيل انه تنجم تترشح وكانت المحكمه اللي ترشحت اليوم علاش خاطر في ظرف واحد ناس البتروا وها واحد عنده ما جابش التسكيات نتاعو زاد انت سامحني تحب تخلط رئيس جامعه ما تقدرش بالتليفون تلم 15 تسكيه يدي راهو اللي باش يترشحوا راهو مواطنين عاديين يا رفيق معناتها مواطن عادي عادي معناتها انك اليوم جي معناتها هاو السيد ماهر بن عيسى اكتشف انه فما عنده غلطه في واحد من الاعضاء نتاعو كان متخلي نوعا ما وبعد رجعوا معناتها أخسر الشروط التي وضعت مشحفة ومن المستحيل خليني أقول من باب المستحيلات أنه قائمة نجم تتعمل في ظرف جمعتين هذا به أوكي نمشي ونسلمه بهذا وحكينا فيه وقلنا الشروط صعيبة بقى في علاقة بإقصاء برشا أسامي كبرى وناس ما عملتش 30 ماتش دولي وناس ما قراتش باك بلوس وغيره كذا سكرنا الموضوع شوف شنو نعمل اليوم اليوم القانون والستاتيو اللي تعنى فيهم واللي وقفتهم المحكمة الإدارية ما يقولوا حد شيء
معناتها فراغ. اليوم احنا في حاله فراغ تشريعي، معناتها اليوم قانونيا وحسب الاستاتيو بتاع الفيدراسيون التونسيان دو فوتبول ما عندك حتى حل. انك اليوم ينزم بالابداع نتاع العقل التونسي القانوني الرياضي وزير الشباب والرياضه والمحيطين به والخبراء في القانون الرياضي يلقاونا حل. الحل حسب رايي وقلناه من نهار الاول راهو الناس كلها ذي بشتيح، قلنا يا ولدي هيئه تسييريه كوميتي نورماليزاسيون تصادق عليها الفيفا يمشي ويخدموا 6 شهور لنعملوا قانون الهيكل الرياضيه اللي هو حاضر نورمالمون، ومن بعد على اساس قانون الهيكل الرياضيه الجديد العباد تنجم تترشح. دونك هذا الحل الوحيد والمخرج الوحيد، سينو باش نكونوا في حال فراغ. دونك توا باش نعملوا باش نراسلوا الفيفا، احنا توا رفيق تونس باش تراسل الفيفا وكل راه باش نعملوا كوميتي نورماليزاسيون اللي تحضر الانتخابات وتبدل القانون في ظل هذا الكل. الكرة القدم ماناش نحكيو عليها في ظل هذا الكل باش تلقى روح الكوميتي هذه دون لوبليغاسيون انها تاخذ قرارات سيكون لها تداعيات على المستقبل القريب نتاع المنتخب الوطني التونسي خاصة اكابر لكرة القدم. واحنا على ابواب مقابلات ترشيحية للمونديال كأس العالم 2026، ننتظر ان شاء الله قادم الساعات ان شاء الله تجيب لنا حلول. انتوكا المهم كان باش يصير كوميتي وغيره كذا تكون فيها اسماء من الحجم الثقيل حتى الاجواء تبرد والناس اللي باش تشدها الكوميتي تاخذ بعض القرارات اللي الناس كل عندها فيها ثقه عليها اجماع، ناس تعرف تسير ما يجيبوا نجد نمبورت كي باش يتحد زعما بموافقه ويصحوا له النوادي، لانه ما شاء الله نوادينا يصحوا لكل شيء يتحشلهم احسن وحود في التصحيح. دونك نتمنى انه نتفاداو هذايا باش 6 شهور ولا 3 شهور ما عرفش قداش باش نقعدوا في الفراغ هذايا تتسير فيه الامور بطريقه مش اعتبارية.